أكد أيضا سيادة الرئيس في كلماته بافتتاح قمة منتدى الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبيبا دعم مصر الكامل لعملية الآلية وسكرتيرياتها وثقته في حرص الدول الأعضاء على مساندة عمل الآلية لتمكنها من إتمام الدور المنوط ليها بما يحقق الرخاء والتنمية الشاملة. وأيضا جدد الرئيس شكره وتقديره للرئيس إدريس تبي رئيس جمهورية تشاد الشقيقة على جهده الدؤوب لقيادة الآلية ولضمان أدائها الخاص بالمهام المكلفة بها بكفاءة على مدار العامين الماضيين. أيضا سيادة الرئيس السيسي قال أن التطورات السلبية الأخيرة ذات الصلة في ليبيا أدت بطبيعة الحال إلى التركيز على الشق الأمني من الأزمة، وده أمر طبيعي وضروري في ظل التهديدات الإرهابية وأخرى أيضا تتعلق بانتشار الجريمة المنظمة واحتمالات تزايد مأساة المهاجرين الأفارقة، إلا أنه هذا لا ينبغي أن يصرف أنظارنا عما دعت إليه مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية قبل 9 سنوات من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني. وأضاف سيادة الرئيس في كلماته خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا والساحل بأنه لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة، وتقضي هذه التسوية على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية. وأشار إلى أن هذه المقاربة في حد ذاتها دفعت بها مصر طوال العملية التحضيرية لقمة برلين حتى تم تبنيها خلال هذه القمة، ومن المؤسف أن التوافق الدولي اللي شفناه في برلين تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة، وطبعا لم تتوقف عن خرق حظر توريد السلاح ولم تتوقف عن جلب الآلاف المرتزقة من طبعا آلات القتل البشرية.